bismillahi rahmani rahim nerionao maduatu yaliyo ahkami lyamini izihukuma zeheulava alyamini kasam doulava wahiya na huyo hawasharia akidisha ndongo ien hauvubwa kaa nyitukufu hawawakati namna ikao iliyo khaswa ni namna yauvubua yaminiino iyo kaauvubwa mmizi gu subaana wataala mfano والله والله الرحمن يعني والله الرحمن أو بصفة له أو صفة ميزي ومثله وعزة الله وجلاله يعني هو لبو فميزي ونتوقفه والحكمة من اليمين نحكمة من اليمين دو أكيد شانونغ تسيرتي وهو إما لحمل المخاطب على فكرة بكلام الحالف يعني هو بينا يمدلكارونغ تزوي ليه

وهاثي أنا فين شيء نوجو تيانغوف وفين رونغو أو ماني أو بريجة إسفين نقولي أنو ويكره الإكثار من الإيمان يتجمع كده ما أبدا ولا بنا ولا قال تعالى ولا تتم كل حلا في المهين. يعني أي كثير الحلف بالحق والباطل أنا أستيم لكاول ده ما بدأ أنجلاب وكلان رونغو يقولي أن قال تعالى وافضوا ايمانكم من مفاضي ملابيان ولا يجوز الحلف الا بالله تعالى ولك انه كيل ولا الا كذا ميز سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ميز وبلزوني ويولا بنا فمن كان حالفا بس قال لا فليحلف بالله ما فاليس ميز والا فليصمت أو إلا بابونا روي واليمين بس لا على أقسام يجينا مفوف منها

أو حقي أو, أو حقي او اهتقاق باطل او اندابو فهي اليمين الغموس يلي يمين الغموس يمين لانها تغمس في الاثم من او الا ان يتوب الى وطبيا ويرد الحقوق ويرد الحقوق حقي ومنها اليمين المؤكده mingona wazi ya minikao za uti akidisha uti asirete li inshahi amrin hawani sanrongo ufi mustakbali jau wa hiyya li lhafi au li yahmilu lhalifu biha nafsahu ya ina uti ya nguvu au ubinge wa ukaula wao inafsi jua wao au hayri ya wangina ala fiiri shai afayenongo au tarki shai awali shenongo fi mustakbali jau kaya kulu wallahi la adhabanna ila fulani أنا <صدعي> <صحكيي> جلابنا من يزيد عن كذا أو والله لا أدخل بيت فلان أو والله تسمع هذا ولا فلان وهذه اليمين ولا بمرديو تسمى مناقدة يعني يميني كمناقدة أي منقود قود المتى تمت شرائطها يوتكيري وكاتيكاو الشرط الزوز ومنها من قنيتنا يمين غير مؤكدة يميني كاس مؤكد كسرته إنما هي من لغو اللي مجرد كارونغوتو وهي التي يلفظها بلا قصد لما لما نعها لما ناها يعني نقول كأي نقول توا تسمع قصدي كقول لا والله وبلا والله أي لا والله ولا... لا منزيم غاي بلا كل منزيم غاي هذه يمين غاي مناقدة يتي يمين كاو يكوي ومن حلف على يمين من كلا ويا جو كيانتي فرأى غيرها جانو يميلي يرون يعني جينا لينجي بولا ناينو خيرا منها فليأتي الذي هو خير بس نفاني اللي كان خيري وليكفر يميني كاتيو أتوي يمين يعني أتوي كفارة أنا بيا ميني هو اللي كان كيلا با أما الله تصفان كذينو وجاو نمبر كذينو كي دني نيلي كا كاونديني وابوهوي نقولي كا كارما وكسي فاني أو جاو نقولي فاني وبيو نقولي فاني جوتو كفارة كفارة لا تكون إلا في اليمين المناقدة إلا ويمين كا يقول وهي كما في قوله تعالى ميزيم وانغو لا يؤخذكم الله باللغوي يا ميزيم كارونغو كارونغو رينغا باي اللغوي يا ميني كاو كازو اللغوي توب في ايمانكم ولكن يؤخذكم من قتل الايمان يا ميني كاو يا كولي اللي كاو رينغو اما مجرد كاو رينغو تورونغو باسي يا كايسير فكفارته يكفارة يا ميني يتوامو شرات مساكين دويسان مسكينكم من أوسط ما تتمون عليكم يعني هاي سبنا نمنا كو يو وني آل أو كيساتم أو بني سي أو تهري أو تمر مهول فمن لم يجد نكا كبر زنقون دارو زو فسيام ثلاثة أيام قولي وفوقو سكون دارو ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم يعني لكفارة إيمانيا أو كو كولبا او اي في اي فينويه لتكفين وانا كفارت يمين آيه المانقوده يكفارت يمين قال يا كلني يعني يا يا الدين واجب واجب على التحرير هو او يعني هناك خيار ابتداء هو والترتيب نو ترتيبا انتهاءا حينما يقوم آيام فالحالف اذا كاولا اذا حنفت في يمينه وجب عليه اداء خصال يعني سلام

فإذا عجز عن الثلاثة نكاكونا وشينا وجانا نحفظ نقول رزواجة مجمبه لكفرة واجب عليه سيام ثلاثة أيام وانجي واجبه وفنغة تمو سكون ولا والأفضل أن تكون متتابعة نيبور ايكيري أفضل يزيدونغان سكون رزيلي ومن من استثنى في يمينه مركات يا استثناء ويمينيه يعني إلا نكاكونا وكذا يعني أفعل والله إن شاء الله يعني على بان تفعل كذا إنه هاو بنزم أو لا أفعل والله إن شاء الله تسفل إنه والله هاو بنزم يزينكو يعني والله على بان يزينكو إلا هاو بنزم فهذا لا تلزم الكفارة يو يمين ما ديو كاسي لازم كبات الكفارة ما نديري ما نهون أت استثناء ما نهون أت يا جلي نرغو بنا كا أت شرطي ذاني ما هو شرطي نيتون سكانه تواندني

إذن نريد نكاو برانشياو هذا أحكام اليمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك